اغاني الزمالك دايما كلها بتكون جميله وفيها فرحه وفيها بهجه، والواحد بيكون سعيد بيها صراحه، ورب دايما كده بطولات ودايما في احتفالات ودايما مبسوطين. معانا على التليفون نجم من نجوم نادي الزمالك ومن اللعيبه اللي انا بحبها جدا، محتاجينه في ماتش سوبر لوسيل، محتاجين روحه، اللعيبه الرجاله اللي في الملعب، كابتن حماده طلبه. ابو الكباتن منورني كالعاده. الله يخليك. يابا انا مبسوط جدا والله، ببقى مبسوط اللي انا اكون معاك والله، ببقى فرحان جدا اللي انا بكلمك وكمان على قناه نادي الزمالك، يعني شرف ليا اللي انا بتكلم معاك والله. شرف ليا يا ابو كباتن، وعايز اتكلم معاك بقى فنيا عن لقاء الزمالك والهلال. لقاء هيكون صعب جدا جدا، شايف ازاي الزمالك يقدر يتغلب على القوة الجامدة جدا بتاعة الهلال في كل الخطوط؟ خلينا اول طبعا اول حاجه اقول الف مبروك لجمهور نادي الزمالك الدوري، يعني الحمد لله دوري جه بعد تعب ومشقه، وبصراحه كانت سنه صعبه جدا على نادي الزمالك في ظل الظروف اللي كانت موجوده في نادي الزمالك، مع مجلس الاداره، مع اللعيبه اللي كانت القيد كان واقف، في ظل احنا الحمد لله اتغلبنا على كل الظروف ديت، والحمد لله كان معانا مدرب عظيم قدر الحمد لله اللي هو يلم كل المشاكل ديت، وحققنا دوري طبعا ديت ان شاء الله مش هتكون اول مره، احنا بقالنا سنتين بنحقق الدوري، الحمد خلاها لله على طول ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. يبقى بدل السنه الثالثه ان شاء الله والرابعه والخامسه تبقى على طول، دي حاجه تبقى مش جديده على نادي الزمالك، نادي الزمالك اسم كبير ونادي صح، كبير، اتمنى طبعا لهم التوفيق وان شاء الله ناخد الكاس كمان، يبقى سنتين ورا بعض تاخد دوري وكاس. لا خلينا نتفق ان نادي الزمالك داخل على مباراه فعلا صعبه وفرقة قوية جدا وعاملة وجايبة فرقة وجايبة لعيبة كويسة، بس خلينا نقول برضو لنادي الزمالك الحمد لله داخل معنويا أحسن، نفسيا أحسن، قاعدين دوري عاوزين يفرحوا جمهورهم، يعني المباراة كمان بين السعودية ومصر، يعني احنا بنحسبها كده اللي انت الدولتين مع بعض كويسين جدا، ان شاء الله تطلع مباراة مشرفة ان شاء الله بإذن الله لمصر السعودية، ونوري الناس ان احنا برضو الحمد لله لنادي الزمالك لا في كل حته الحمد لله ليه بصمه طبعا وليه شكل وليه طريقه في اللعب، يعني الراجل بصراحه بيعجبني اللي هو كل ماتش بطريقه وكل ماتش بفكر وكل ماتش بحاجه، لازم الناس تتعلم من الراجل دوت، الراجل ده اتمنى ان شاء الله باذن الله اللي هو يكون متواجد على طول معانا بامر ان الله شاء الله. من غير اي مشاكل من غير اي ضغوط، ان شاء الله باذن الله تكون مباراه حلوه ان شاء الله والزمالك يحقق فيها الفوز ويرجع ان شاء الله باذن الله محقق انتصار كويس، ودي حاجه كتير ان شاء الله تكون موجوده على طول باذن الله. ده لقاء احتفالي كبير جدا، مش بس بالزمالك والهلال، لا ده للعالم كله، العالم كله هيتابع استاد كأس العالم اللي هيتلعب فيه الفاينل والافتتاح، اهم استاد هيتلعب في قطر استاد لوسيل. ولكن فريرة واخد الموضوع في ابعاد تانية، يعني في التدريب اتكلم مع اللعيبه وقال لهم احنا مش رايحين نحتفل، مش رايحين ننبسط، احنا رايحين نكسب وبس. وانت عارف فريرة كويس، وكلمني بقى على التعامل مع اللاعبين في اللقاءات دي قبل اللقاءات الكبيرة دي، بيتعامل ازاي مع الفريق؟ والله هذا لا الراجل في الماتشات الكبيره ديت بيبقى ليه طريقه خاصه جدا جدا مع اللعيبه، بيقعد مع لعيب لعيب يقول له مهامك وهتبقى ازاي واقف في الملعب وازاي هتبقى هنا وازاي، لا عنده حاجات كتير جدا، المحاضره بتاعته بتختلف كتير جدا جدا، ولما يكون ماتشات كبيره زي ديت، يعني انا افتكر الماتش بتاع اورلاندو اللي هو في جنوب افريقيا، اورلاندو بايرتس، كنا احنا كنا كسبنا 2-1، كانت مباراه صعبه بيتهيألي جدا، الهدف بتاع مصطفى فتحي ومعروف يوسف، كان هدف، كان تسديده قويه جدا من معروف انا فاكر. احنا انا كنت بلعب في الماتش ده بقى صحيح، قريب وكنت موجود، الراجل جابني في المباراه اتكلم معايا، غير لي طريق، غير طريقه اللعب وانا واقف في المباراه، قال لي طب انت هتعمل 1 2 3، لا في يعني الراجل محضر لكل حاجه، النهارده كانت معروف يوسف كلها كانت بتهاجمه، لا معروف بدأ المباراة وأحرز هدف والناس كلها بقت بتتكلم على معروف كويس، لا المباراة الكبيرة دي بتحس اللي هو بيعمل مفاجآت، أي مفاجأة هتلاقيها موجودة عند الراجل دوت. لا واللقاء ده اصلا كان حتى الاهداف دي مفاجآت، يعني ناس متوقعه باسم اللي يسجل، باسم استلم اخذ معاه الباكات وفتح الزاويه، المعروف معروف سدد، انا حسيت انها جمله. لا بقول لك حاجة تفتكرها معايا؟ اه طبعا، جم مصطفى فتحي مين علي لعبه؟ جبر. الله ينور عليك. ايوه، لا انا فاكر، بص انا فاكر الله التفاصيل دي يرضى قوي. ان شاء الله عليك. لا لا، ما اصل هنعمل ايه، ما نتفرج على الزمالك دايما. كانت انطلاقه لعلي جبر من صح، وراح حتى المذيع قعد يقول له اديها، المذيع قعد يقول له اديها لمصطفى، اديها لمصطفى مش بتاعتك يا علي، انا فاكر التفاصيل طبعا.
لا ما شاء الله عليك، يعني انت عشان بتحب نادي الزمالك قوي حضر لكل حاجه طبعا. لا الماتشات زي ما بقول لك اضع الماتشات دي الكبيره دي الراجل بيعرف يقراها بيعرف طبعا يكتبها. ماتش اورلاندو بايرتس كان مهم، والزمالك هناك لما فاز قدر يتصدر المجموعه، كان لقاء مهم، فاكيد هيتكلم مع اللعيبه في تفاصيل تانية. افتكر هيلعب باللعيبه الجديده زي بريما ناداي ممكن يبدا بيه، او زكريا الوردي، ولا ما بيغامرش في الحاجات دي؟ والله هو ممكن يديلهم بس مش من اول مباراه طبعا، يعني حتى اللي هي المباراه تبقى مهرجان كويس وحاجه كويسه والناس عاوزه تشوف اللعيبه جداد. لا اكيد هتشوف اللعيبه دي موجوده، هيبدا يديلهم بس مش مره واحده. لا زي ما بقول لك هيدخلهم واحده واحده مع الفريق. النهارده شايف ان هو ممكن هيلعب بالتيم الاساسي كله. ليه؟ المباراه النهارده فيها مكسب من جميع النواحي، تحضيرا لافريقيا، تحضيرا اللي هو يشوف التيم بتاعه بالكامل عامل ايه، يبدا يشوف الناس الجديده. النهارده حتى لو قدر الله ما حققش الفوز برضه شوف بتستفاد شوف ماديا. ايه، مش عايزه تطلع، مش عايزه تتقال، مش عايزه تتقال، مش عايزين نفكر يعني لا فيها. في مكاسب من جميع النواحي، يعني ان شاء الله باذن الله اتمنى ان شاء الله اللي يكون الزمالك هو باذن الله اللي يحقق الفوز، ونشوف مباراة كبيرة لنادي الزمالك زي ما عودنا الفترة اللي فاتت دي كلها. وزي ما كلمت معاك يا قضاء انا ما كنتش حابب اقول مبروك لنادي الزمالك على الدوري الا ما يحقق لغاية اخر مباراة، صح، والحمد لله حقق لغاية اخر مباراة الدوري. ان شاء الله نبارك لهم الماتش اللي جاي ده باذن الله، وده يعني تمهيدا ان شاء الله لافريقيا باذن الله، ونجيب بقى اللعيبه بتاعتنا والراجل يبدا يختار ومجلس الاداره يبدا يختار ونشوف مين اللي موجود ومين اللي مش موجود. اتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك في اي حال يعني. ان شاء الله التوفيق للزمالك. عايز اتكلم معاك عن اللعيبه الشباب، هل شايف هنشوف نفس الاسماء اللي بتبدا في كل لقاء، ولا ممكن نشوف اسماء جديده؟ دايما فريرا ساعات بيكون ليه مفاجآت في بعض اللقاءات، ماتش اهلي وزمالك خرج زيزو وبن شرقي ونزل شباب، احدى الماتشات بدا بيوسف اسامه كفيرود، بدا بيه كوينج ليفت. هل ممكن نشوف الاسماء النورمال، حسام عبد المجيد في الدفاع وفي الوينج، او في ظهر زيزو يكون سيف ويكون نيمار ويبدا ينزل سيف وشيكا الشوط الثاني، ولا ممكن يفاجئنا بوجود شباب في بدايه اللقاء اكتر؟ بص خلينا نكون متفقين قضى دلوقتي ما عادش في حاجه اسمها شباب، يعني صح. شايف دلوقتي حسام عبد المجيد دوت حاجه بقى كبيره، حاجه من التيم الاساسي. نيمار نفس المشكله، من الناس اللي هي من الناس اللي هي قوام الفرقه دلوقتي هو حسام عبد المجيد، ما عادش نقدر نقول عليهم شباب دلوقتي، ناس نجوم في الفرقه كبار دلوقتي، راجل اخد دوري، راجل ان شاء الله يحقق كاس، واخدين دوري وكاس الاثنين. ان شاء الله، يعني انا بقول لك اللي هو خلاص بقى بالنسبه له ناشئ ديت انا مش حبيبها. انا دلوقتي انا بقول له انت نجم. لا عشان كده انا قلت شباب، ما فيش ناشئين، خلاص انتهت. لا ما فيش، الحمد لله ان شاء الله باذن الله باذن الله اللعيبه دي هتشوفها موجودين بصفه اساسيه مع الفريق، الناس كلها بتتكلم عليهم كويس. اتمنى ان شاء الله الكلام يبقى حاجه ليهم دفع عليهم اللي هم ما يطلعوش من التشكيل الاساسي، يبقى موجود مع نادي الزمالك بياخد بطوله. بالعكس انت لما الناس تتكلم عليك لازم تعمل احسن حاجه عندك. لا انا شايف اللعيبه دي ان شاء الله تبقى موجوده من بدايه اللقاء، لعيبه كويسه، لعيبه عندها ثقه في نفسها. مصطفى بريرا يعني من حسن حظهم اللي هم معاهم مدرب ذكي هيبدا يتعلموا منه، هيبنوا عليه الفتره اللي جايه كلها. حتى الراجل موجود مش موجود، لا هيبنوا على الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله يبقى موجود حتى ليهم. يعني انا افتكر على موضوع انا قضى لما الراجل جه اتكلم معايا قال لي تحركاتك مهمه جدا، وقفتك مهمه جدا، ديت اللي هتوديك منتخب مصر فعلا، والكلام اللي هو قاله لي اتحقق ورحت منتخب مصر. صحيح. والناس كلها كانت مستغربه اللي انا اروح منتخب مصر وباك ليفت. لا انا بقول للعيبه اللي هي الشباب اللي موجوده دلوقتي اتعلموا من مستر بريرا، استفادوا منه، حتى اللعيبه الكبار، اللعيبه الكبار لازم تستفيد. النهارده المدرب اللي جاي اجنبي. لا كابتن حماده، انت مش بس رحت منتخب مصر، انت رحت منتخب مصر وكان ليك لقطه فمن اهم اللقطات مع الجيل ده مع منتخب مصر، الكوره من على خط المرمى شلتها ودتنا تصفيات، كملنا تصفيات عشان نكمل في تصفيات مؤهله لكاس عالم وتصفيات افريقيا ونخش بطوله افريقيا. والله اكتر واحد كان فرحان لي هو مستر فيريرا، والله العظيم الراجل ده استقبلني استقبال يعني ما اقولكش. وحتى كان ليا لقاء معاه قريب من حوالي شهرين، كنا احنا بنلعب المصريه الصارت بنلعب ماتش ودي في الزمالك. والله قابلني قال لي انت عامل ايه، ولما رحت المنتخب المستشار مرتضى قال لك ايه، قعدنا نهزر ونضحك مع بعض. لا الراجل استفدت منه، وعمري ما هنساه، الراجل بيحب الخير لكل اللعيبه اللي معاه. طبعا يعني هو اهم حاجه مش اللي هو يطلع نجم الاول، لا هو عاوز الفرقه هي كلها نجم. لا ده هو بيحمي اللعيبه، لما حد بيخطا بيقول لك لا انا اللي اخطات، انا اللي غيرت حاجه غلط. وعمره عمره في حياته ما لام لعيب،
حتى لما يجي لاعب يقعده يقول له انا قاعدك ليه وليه ديت عشان ايه والكلام ده. عشان كده بقول لك لا راجل احنا الحمد لله كلامنا فيها هيبقى مجروح. لا طبعا لو قعدت اتكلم عليه من هنا للصبح مش هدي له حقه. اتمنى طبعا ليه اللي هو يكون متواجد مع نادي الزمالك واللعيبه ان شاء تستفاد الله منه والجمهور ان شاء الله باذن الله كمان بيستنده زي ما هو بيستنده. واتمنى له طبعا التوفيق الفتره اللي جايه. قضى الجمهور بيعشق فريرا. ودايما مكالمتي معاك الحمد لله بتبقى بفرحه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وعايز كمان اتكلم معاك عن المنتخب. على ذكر منتخب مصر خلاص تم الاعلان عن القائمه المحليه والقائمه المحترفه المحترفين الدوليين، ولكن عايز كمان اسالك على لاعيبه الزمالك اللي هتنضم بعد لقاء في بطوله افريقيا. بص احنا حاليا بنعرض مع بعض اللقطه بتاعه الماتش اللي انت شلت الكره من على الخط عشان نفتكر ماتش مع نيجيريا ده. انا مش عارف انت شلتها ازاي بصراحه. والله والله انا ما عارف يعني من عند ربنا طبعا. يعني الكره كلنا شايفينها جون. الماتش ده كنت اتفرج عليه في احدى المقاهي يعني، وكنت شايف الكره جون وخلاص، عارف الكره رايحه جون، احنا بنقع يعني، املنا بتنتهي، بس الحمد لله يعني. والله طبعا انا بشكر كل اللعيبه بتاعت الزمالك والاهلي اللي كانوا موجودين الفتره ديت. احنا كنا في اهلي وزمالك بس اللي موجودين في مع المنتخب. اللعيبه كلها جت اتكلمت معايا وما كانوش عاوزين نبدا. لا ده كان لقاء مهم جدا. ده انت شلت جون كان ممكن يبقى 2-0، احنا رجعنا تعادلنا 1-1، وبعد كده رجعنا القاهره رمضان صبحي قدر يسجل هدف كده، كان الكره معقربه في منطقه الجزاء وزقها. بالظبط بالظبط. لا لقاءات مهمه جدا. لما جم سجلوا معايا قلت لهم احنا ان شاء الله الفرحه من مصر باذن الله. ان شاء الله ابدا اسجل وابدا اتكلم. حتى مستر كوبر مشكورا قال لهم روحوا لحماده طلبه اتكلموا معاه، انتوا اللي كنتوا بتتكلموا عليه قبل اللقاء بتقطعوا فيه، روحوا كلموا عليه هو عارف الليله النهارده. قلت لهم انا مش هتكلم مع حد لما نصعد باذن الله ان شاء الله من مصر باذن الله. وصعدنا الحمد لله. اللي حصل يعني. وان شاء الله بقى محتاجين بقى كور من دي كتير، وعشان كده عايز اسالك عن فيتوريا. فيتوريا اختار اسماء كويسه جدا، وشايف مستقبل فيتوريا على المنتخب عامل ازاي؟ شايف بداياته في الكلام، طبعا لسه ما شفناهوش في الملعب، ولكن شايف بداياته عامله ازاي؟ وكمان عايز اسالك مين من لاعيبه الزمالك ممكن ينضموا لمنتخب مصر بعد لقاء بطل تشاد يوم 18؟ بص هقول لك حاجه يا بابا، يعني خلينا برضو الراجل مش هنحكم عليه، الراجل احنا كلنا هنساعده. هنبدا مش هنعلق على اختياراته، هو الراجل اللي اختار وهو الراجل اللي شاف وشاف مباريات واختار اللعيبه الموجوده حاليا. اتمنى الناس كل الاعلام وكل الناس تسنده. احنا الفتره اللي جايه عاوزين نبني منتخب كويس ينافس ويجيب بطولات لمصر كلها. انت عارف المنتخب المصري ده مهم جدا جدا لمصر كلها. الجمهور بيبقى مستني اللي احنا نشوف منتخب قوي، منتخب هجومي زي ما بيقولوا، منتخب الناس تفرح على طول. لا احنا نسيبه هو يختار واسبوع يتكلم والكلام ده. انا بقول لك نادي الزمالك برضه فيه عناصر مهمه جدا، يعني زي ما بقول لك انا اتمنى ان لعيبه الزمالك كلها تكون موجوده في القايمه وده حقهم. تفتكر مين اللعيب اللي هيكون مفاجاه؟ يعني مين اللعيب اللي يستحق يكون موجود؟ مش من الاسماء يعني، في اسماء هتكون موجوده كده كده، ولكن مين اللي انت حابب يكون موجود؟ حسام عبد المجيد اللي هيكون مفاجاه موجوده في المنتخب هو ونيمار. يعني انا متفائل لهم خير اللي هم يكونوا متواجدين طبعا. طبعا مع الاساسيين بقى، مع الونش، مع عواد، مع زيزو طبعا، مع اللعيبه اللي مع امام شيكا. لا في لعيبه كتيره فايقه والله. اتمنى اللي بقول لك الفتره ديت لعيبه وفتوح ممكن نشوف عبد الله، ممكن نشوف اسماء كتير جدا. كتير طبعا، وما شاء الله عواد عامل مباريات قويه جدا. ولا يعني نادي الزمالك في عناصر كويسه جدا تنضم لمنتخب مصر. حتى اللعيب اللي هو حاسس اللي هو اتظلم مش موجود اشتغل على نفسي واتعب وان شاء الله يكون في موجود وتبقى متواجد على طول. يعني انا عاوز احكي لك حاجه كده بسيطه. طبعا قلت انا اختاروا لي من كان مستر كوبر اختاروا 32 لعيب للقايمه. كنا بنلعب بطوله في اسوان وانا الوحيد اللي ما لعبتش في البطوله كلها وانا الوحيد اللي اتظلمت فيها. بس الحمد لله ولا عملت مشكله ولا الكلام ده، اشتغلت على نفسك. واحد موجود ماتش نيجيري صح، فاهم ازاي؟ اتمنى اللاعب اللي هو ان شاء الله لا لا يفكر في شغله بس. هتتفرج على الماتش فين بتاع يوم الجمعه؟ هتفرج في بورسعيد ان شاء الله. اضا واتمنى اضا اتمنى اتمنى ان انت تجيلي زي ما وعدتني عشان الناس ما تقولش حماده طلبه بتاع كلام. انا لا لا ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش. عاوز اعزمك على عزومه الجمعه. لا اجي لك في الشتاء بقى يكون الجو حلو. انت اهم وقت تجيلي انت. بص انت بس قول لي ان انا جاي حبيب قلبي. والله العظيم انا استقبلك وفوق دماغي يعني. حبيب قلبي ربنا يكرمك ودايما صاحب واجب. انت زملكاوي وفوق دماغي. انت عملت واجب مع كل المصريين في كره نيجيريا دي، ابو الواجب كلها. صباح الفل عليك كابتن حماده، وشكرا جدا على المداخله القيمه دي. بشكرك على وقتك من اللعيبه المحترمه ومدرب واعد. نتمنى ليه التوفيق في الفتره اللي جايه مع مصريه الاتصالات. شكرا ليك على المداخله.